دكتور خالد غطاس، أهلا وسهلا فيك اليوم معنا بفوشيا. اليوم حضرتك موجود بمعرض عمان الدولي للكتاب بحفل إطلاق كتابك الجديد ليس هذا ما كتبت. خبرنا شوي عن الكتاب، عن شو بيحكي وشو بيميزه عن الكتب اللي قبل. أول شيء شكرا يعني ونطرتوني شوي سوري على النطرة. ليس هذا ما كتبت، مثل الكتاب الأول يعني قصص قصيرة. أكبر قصة فيهم هي ليس هذا ما كتبت، اللي هي أول قصة تقريبا، وفي بقلبه خمس قصص تانية تقريبا نفس الطريقة تبع وكان النفاق جميلة، بس الفرق أنه بليس هذا ما كتبت شوي كنت أوضح. يعني وكان النفاق جميلا الأفكار مخبية كتير بالقصص، هيدا شوي الأفكار واضحة، يعني ما فيك تهرب من الأفكار اللي مطروحة فيه. شو سبب تسمية الكتاب ليس هذا ما كتبت؟ عنوان أول قصة ليس هذا ما كتبت، سو هيك يعني وإله كتير أبعاد. يعني بعد ما كتبت الكتاب الأول اكتشفت أنه كل قارئ بياخد أو بيفهم من القصة اللي هو بده يفهمه أو اللي هو بده يقراه. فهالمرة كتبت العنوان ليس هذا ما كتبت، أنه اللي أنت بتاخده من القصة مش بالضرورة يكون أنا اللي كاتبه. فهيدا جزء من ليل العنوان هيك، ولما يقروا الكتاب بكتير قصص بيمرق، يعني بيمرق العنوان وبوضح فيه ليه هيك العنوان. طيب بعد ما يقرأ الكتاب القارئ بشو رح تتجدد عنده أفكار وتضيف للقارئ نفسه؟ يعني مثل اللي بيعرفوني أو بتابعوني بيعرفوا أنه أنا ما بطرح أجوبة، بالعكس يعني أنا بعتبر حالي بنجح إذا بتسبب بلحظة تأمل أو بوز شوي، يعني بس نوقف ونفكر الدنيا اللي حوالينا كيف ماشية ونحن لوين رايحين، شو عم بصير بمجتمعاتنا بقيمنا بنحنا مين، حتى بحياتنا الشخصية وحياتنا الفردية اللي هي نتاج كل المفاهيم اللي بتحكمها المفاهيم الاجتماعية. فممكن يكون فيها هيك طرح لنظرة مختلفة إذا يعني القارئ تمعن أو أخذ وقته أو عمل بوز بهيدا الزمن السريع. بعتبر حالي يعني أديت الرسالة من الكتاب. دكتور خالد بتهموك انك متحيز للمرأة، ما بعرف اذا هو اتهام ولا حقيقة، بس معظم الناس بتهموك انك متحيز للمرأة، شو بتجاوب؟ طبعا تحيز للمرأة منه تهمة او بداية يعني، وبجاوب ليس هذا ما كتبت. ابدا. خبرنا شو عن مواصفات المرأة يلي دائما بيكون بحلم فيها الدكتور خالد. والله هي يعني هيدا التصنيف انه تبع انه مرأة ورجل وهيدي الاشياء، انا اللي بجرب بس اعمله عطول حقق او ساهم بتحقيق توازن لما مفهوم يغلب مفهوم. ومن هالمنطلق بحكي، يعني انا بحكي عن امور اجتماعية، وبقلب الامور الاجتماعية بتطرق على هيدا البارت اللي هو ممكن العلاقات المرأة والرجل والعمل والليدرشيب وكل المفاهيم الاجتماعية، التكنولوجي، يعني كل مواضيع بتتعاطى بالأشياء الاجتماعية. جزء كبير من هيدي الأمور يتعلق بالمرأة كما يتعلق بالرجل، فهيدي ببساطة. فإذا هو يظهر أنه هو مختص أو موجه للمرأة، الجواب هو ليس هذا ما كتب. دكتور خالد، في حال لو كان معروض عليك دور تمثيلي لكن بحكي الفيلم أو المسلسل عن العلاقات وأسس نجاحها، هل ممكن نشوفك في هذا الخالد؟ أنا ممثل؟ لا أبداً أبداً لا. شو ممكن تشوف في المرأة عيب ممكن ما يخليها تستمر بحياتها أو يمكن يشكل عائق كبير لقدامها، أو ممكن نصيحة للمرأة؟ يعني لو أنتوا فوشيا وعم تحكوا مع المرأة فقط، أنا بدي أقول للمرأة وللرجل إنه نحن زدناها كتير بالفارق بين اثنين، يعني صارت الهوة بين اثنين كتير it's not logical. فبدنا نروق ونهدى ونبني حياة أسلم اللي عناصرها قائمة، مرأة ورجل وكلتشر وأديان وقيم وتربية وأسرة ومدرسة وعلم وأبحاث وفهم. بدنا نروق ونهدى لننتج مجتمع آخر، يعني بدناش كل حكينا يكون موجه على نفس المواضيع. let's build something، يعني نحن كتير مأخرين، ولت ستارت يعني engaging بصناعة الواقع. بدنا سؤال أخير، السوشيال ميديا الآن محتواها في تقدم ولا في تراجع؟ والله ما كتير بتابع مش كتير بتابع السوشيال ميديا ايه بس قليل يعني. وبنصح بأنه الإنسان يقلل consumption of social media، ولكن المحتوى عم بميل للأفضل ولا للأسوأ
والله ما بعرف يعني ما حسب نحن وين بنحطه، يعني بارت الانترتينمنت بارت اساسي من السوشيال ميديا، وما لازم يعني اذا كان في انترتينمنت نعتبره سيء وهيك، ولكن الخطوره بالمفاهيم وبمين بيستعمل شو. وانا رسالتي اكثر للمتلقي، يعني مين اللي عم يحكي وليه وشو اهدافه وشو تجربته وشو الكريديبيليتي تبعه، هيدا اشياء كتير كتير مهمه، يعني خاصه الناس اللي حكيها يشكل انتاج حياه، يعني اللي حكيها نعتبره او ناخده رفرنس ننتج في حياتنا، يعني نفكر من وين بنقرر، شو مرجعيتنا، شو الانسب لنا، وكل هيدي الاشياء اللي بيحكوا بهيدي المواضيع بدنا شوي ننتبه من الكريديبيليتي، من الاهداف، من هيدا الانسان مين، يعني من دقنه وجر. كلمه لمحبينك عبر كاميرا. والله اول شيء انا بدي اقول لهم شكرا جزيلا، يعني ما شاء الله الله يديم، يعني الله يديمهم ويديم هالمحبه، والله ما فينا اقول لهم الا شكرا كثير، ان شاء الله ندل هيك عن حسن ظنهم. شكرا كثير لك دكتور خالد، ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك، شكرا جزيلا.